دكتور عامل المسائل، هو احنا يعني خوفنا من المسائل. شبيهنا مساء بلال. دكتور المسائل يعني هسه تجي، يعني شو النمط الملازم؟ ايه اي يعني فقط يعني دكتور. بصورة عامة اللي نعطيكم اياه، يعني لا اترك شيء زايد، انا بصيكم قايلكم يعني التزم بالملزمة نعم دكتور. زين، ما اعتقد انه شيء اضافي راح يصير على هذا الشيء. المسائل انت عندكم الزيرو والفيرس والسكند اوردر صح؟ نعم انت دكتور. عندك عندك اكويجن رئيسيه بالزيرو اوردر، عندك التي هاف لايف للزيرو اوردر، عندك الشيلف لايف للزيرو اوردر. بصوره عامه هي دائما هي يكون الهالف لايف والاكويجن الرئيسيه، اذا كان فيرست واذا كان زيرو واذا كان سكند اوردر. هذني الاساسيات اللي تحفظها حالات الاوردر اوف رياكشن. عندك زيرو اوردر، المعادله الرئيسيه زيرو اوردر هذه زين، نعم دكتور. عندك الهالف لايف مالته هذه، والوحدات اكيد يعني الوحدات كلها مطالبه، اذا كان التي هالف لايف اذا كان دكتور الريت كونستانت فكل المطلوبات مطالبه. دكتور الوحدة فقط الأخيرة يعني بدون اشتقاق. الوحدات اي اكيد، شلون يعني مثلا دكتور نقول له السكند اوردر لتر على مول في سكند فقط هيش بدون اشتقاق. اي لا ما ادري شلون عملكم، ما ادري تمام شلون دكتور. اشتقاقات لا ما مطالبين به، بس كان المعادله الرئيسيه مطالبين به والوحدات مطالبين به، اذا كان تي هالف اذا كان شيلف لايف واذا كان يعني زيرو اوردر كونستانت، اذا كان زيرو اور فيرست كونستانت سكند اوردر كونستانت هذاني مطالبين بهم. يعني انت هسه هذا بنعطيك مثال هذا بنعطيك دكتور اياه، حدد لك اياه اذا كان فلو زيرو اوردر اور فيرست اوردر، فانت على ضوءها عندك المعادله الرئيسيه راح تحل بها. دكتور ها عيني الشيلف لايف ما عندنا لا بالفيرست اوردر ولا بالسكند. الشيلف لايف في الفيرست اوردر هو صفر واحد على كي، شلون دكتور؟ صفر واحد على كي يعني هو 90% 10%، 10% هي صفر واحد دكتور بس ماشي. خليني اكتب. الشيلف لايف في الفيرست اوردر هو صفر واحد على كي ماشي، السكند اوردر لا ما بي هذا الشيلف لايف 0.1 على كي مو دكتور؟ هذا الصور كان جايب لكم سؤال عليه انتم ما مجاوبينه. ايه ما مجاوبين يا دكتور. هي هذه يعني حسبالي عندكم او توعدكم معلومه او عندكم فتشي، فهو صفر واحد يعني هو انا قايل لكم يا 90% هي رايح، فباقي 10%، 10% هي صفر واحد على قيمه الكي تطلع قيمه الشيلف لايف اذا كان فيرست اوردر. الزيرو اوردر تو هي نفس الصفر 0.5 على مضروب بالكونستر ايش على قيمه الكي. على الكي هاي نعرفها دكتور. اي تمام هاي اذا كان زيرو اوردر، اذا والفيرست زيرو لا والسكند ما صفر بي. واحده، السكند ما بي تمام دكتور. ماشي، تمام السكند ما بي. دكتور بس بالسكند اوردر اخذنا بالسيم كونستريشن وديفرنت كونستريشن. الديفرنت كونستريشن ما عندنا يعني عليها امثله يعني نقراها لو لا انت تقروهم اقرا شو اسمه اللي بيهم القوانين والاشتقاقات مالتهم زين، اللي مطالبين به كمسائل المفروض اعطيكم به، بس سبحان الله ما صار وقت وما صار اعطيكم به. هي بيها مسائل بس مسائل شويه يعني اعقد من البقيه، لو صاير لي مجال او وقت كان اعطيكم به المسائل. فكقوانين ومسائل يعني كقوانين واشتقاقات ووحدات هذه مطالبين بها انتم، يعني كل اللي منطقهم بيه انت مطالبين بيه اذا كان عندك دكتور. يعني هي هذا المسائل القوانين مسائل مالتهم. ملزمة نقراس؟ ما المسائل مسائل عيني ملزمة؟ اي على المسائل، على المسائل الملزمه، على الملزمه انت افهم اللي انا يعني ما راح اجيب لك يعني نصا ما الزم، ولا راح اجيب لك لا جزء شيء اختلاف، بس هو كان شيء يعني راجع موضوعك انت. يعني دكتور ممكن معلومة مجهولة وهيك، المهم احنا على الملزمة خليك على ما علم. الملزمه اي ماشي، تمام انا ما عبرت هذا الشيء، خليك على الملزمه. اذا ما منطق شيء قوانين انت ملزم انت تحفظ عفوا، اذا ما منطق امثله للقوانين انت ملزم تحفظ القوانين.
تلزم انه الحفظ للشقاقات مال القوانين والوحدات مال يعني البالغه مالته. دكتور ها بلال، هسه عندنا العوامل تأثر على معدل التفاعل، مثلا عندنا الـ effect of solvent، عندنا بس قانون نحفظه بس القانون؟ القانون اذا كان سولفنت واذا كان واذا كان ايونيك سترينج. ايونيك سترينج نعم دكتور ماشي. كل واحد لها قانون ما خاص. هاي دكتور شنو وحدة قياس الشيلف لايف؟ شيلف لايف تايم تايم دكتور، يعني بالميد كان اكو سؤال انه يعني بير يونت تايم لو يونت تايم؟ بير يونت تايم ايه؟ لو يونت تايم بير يونت تايم يعني واحد على التايم او على التايم هو تايم دكتور، يعني يونت تايم وحدها. تمام دكتور. يقول بير يونت يعني كانما واحد على التايم هيك. تمام دكتور. من يقول لك يونت تايم لا انا بس التايم. هو الشيلف لايف هو نفس الكي، يعني الكي معروف قيمه الكي ايش قد واحد على التايم. فمن تنقلب ترجع تايم وهي واحده. تمام. يعني دكتور بير يونت تايم. لا يونت تايم. يونت تايم. يعني بالتايم. بين قوسين. ايه دكتور. اذا كان شيلف لايف واذا كان هالف لايف كله تايم هذا معروف. تمام الكي دكتور. لا انه الكي قيمه الكي هذا كان ها اذا كان زيرو اوردر عفوا فيرست اوردر واحد على تايم فينقلب يرجع تايم بالهالف الثاك الثاني. هنا بصوره عامه الشيلف زين هذا قد تطلع قيمه الكي قيمه الكي شلون دكتور؟ هذا تي هاف لايف مال الزيرو اوردر ايش قد؟ يا دكتور نطبق لازم عندنا التركيز والثابت مول على بعدين لتر يعني التاني. الوحدة مال الزيرو مول على لتر في سكند. هنايا هنايا اذا كان دحكي ذاك حكيت عنه كان عندك شنو؟ كان عندك فيرست اوردر اذا سكند اوردر عفوا اذا زيرو اوردر هنا هي مول على اللتر في التايم مول على اللتر في التايم زين اذا كان عندك هذا حتى الشيلف لايف وذا الهالف لايف نفس الشيء. زين دكتور بالفيتس يوم واحد على سكند سكند مينيت داي مونث اي يعني بير تايم مو مو بير تايم مو مو تايم يعني واحد على مو بلال دكتور بلال اي دكتور لا تخبط هلا اطلع لك اياها هي هذه وين الفيرست اوردر هذا الفيرست اوردر قيمتها شنو؟ الهاف لايف 6 9 3 على قيمة الكي صح؟ اي نعم دكتور يعني قيمة الايش جيد؟ واحد على التايم او واحد على السكند هذا هنا واحد على السكند نعم دكتور. زين هذا من ينقلب هذا يرجع وين يرجع؟ يعني كأنما واحد هذا على السكند يوصل هنا جوا فيرجع يقلب يصير سكند على الواحد فيطلع لك بالسكند او يطلع لك بالتايم فهمت ولا ما فهمت؟ افتهمت بس على الهالف لايف شنو؟ تايم هذه القيمة على قيمة الكي وحدة الكي جيد واحد على السكن فتجي تخلي هنا واحد على السكن ايه هنا واحد وواحد على يصير بسط الهاي مقام دكتور فينقلب يرجع شو يصير لك؟ يصير بالتايم تمام تمام دكتور هسه واضح ماشي؟ واضح دكتور فقيمة الهالف لايف إذا كان فيرست أوردر هي بالتايم وإذا كان زيرو زيرو أوردر هذا الزيرو أوردر مالته الزيرو اوردر هذه حكيتكم عليها دكتور مو دكتور هاي يعني المحاضرة زيرو اوردر كونسنتريشن بير يونت تايم اي صح تركيز يعني دكتور احنا على الكي على الوحدة مال الكي ونطلعها بس واحد على كي مو هو الهاف كونسنتريشن هذا على التايم دكتور هنا مو وحدة الكي هي مول على لتر على السكند الكي قيمة الكي هذه اي مول على لتر في على مول على اي تمام تمام مضبوط 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 يطلع لك هم تايم هم يطلع لك تايم هو كله تايم هذا هم تايم اي هنا من تجي تطبق هذا قيمة هذا احنا حكينا شو قلنا نخبط بين الجسم
تدير بالك تغلط هذا الشيء بين الزيرو اوردر والفيرست اوردر. الزيرو اوردر قيمه الكي هذا يكون هيج، فما تجي تخليه هنا وقيمه الكونستريشن هو معروف، فهذني يروح يبقى بس التايم مالتك صح مضبوط عافيه بنتي. اذا كلها تايم دكتور، هي كلها تايم اذا كان هاف لايف والشيف هذا معروف انه كلها تايم، بس من تجي طب شلون طلعهن؟ شلون طلع قيمه الكي قيمه التايم هنا تعرف الكونستريشن، هنا تعرف الكونستريشن تطبقها قيمه الكي عفوا. بالزيرو اوردر نفس الحاله بس من تعرف قيمه الكي يعني بدون ماكو كونستريشن فيطلع لك تايم. فاذا كان هاف لايف وشيف لايف كلهن، اذا كان عندك الفيرس والسكن هو كله تايم تايم. هنا ليش طلع التايم؟ لان هو هذا قيمه الكي هي هذه، يعني قيمه الكي للزيرو اوردر تختلف عن قيمه الكي الموجود فيرس اوردر، كل واحد له قيمه خاصه مضبوط. هنا فهو كله تايم، هذا اكيد يطلع بالتايم. الاختلاف ما قيمه الكي ما تكون مختلفه، واختلاف هنا شنو؟ هنا كونستريشن، هناك ما كونستريشن اذا كان زيرو اوردر ماشي. فبالهالف لايف يدخل كونستريشن اذا كان زيرو اوردر، بالفيرس اوردر كونستريشن ما موجود ماشي. خلي بالكم هذا الشيء، فكل واحد يكون له قيمه مختلفه. بس شلون طلعها؟ شلون طلع الهالف لايف للزيرو اوردر بالتايم، وشلون طلع الهالف لايف للفيرس اوردر بالتايم؟ تعرف شلون طلعها يعني. مين جاي اصلا ماشي. ما بعد ايش عندكم؟ دكتور المسائل هم راح تجي بس يعني بس اختيارات لو نحلها حال بتحلونها اكيد. شلون طلع الاختيار مالتك؟ اذا ما طلع ما طلع الاختيار مالتك. ايه اعرف دكتور، بس قصدي يعني الحل مطلوب لو لا؟ الحل لا، اذا تجي ام سي كيو لا مطلوب، اذا الاختيار الصحيح. نعم دكتور. ماشي. بلال اكو طالبه ما امتحنت مد. ايه هو ديانا دكتور. ديانا بلغت ترى عندها مد وفاينل نفس اليوم. ايه بلغتها دكتور يعني مد وفاينل. دكتور غير نفس الاسئله يعني بس تمتحن امتحان واحد وهاي هي. لا 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 ها قلت المد تكون شيء والفاينل شيء، يعني تمتحن تخلص الشهر فاينل تمام يعني تاخذ المد يعني. تاخذ المد بعد تمتحن تمام واحد اسئله واحد تمام تمام دكتور ماشي ماشي دكتور. يعني ما راح امتحن هذا امتحان احسبها مد وفاينل، لا امتحان لها خاص. تمام دكتور راح ابلغ ان شاء الله. بعد ترى شغلات هي سهله ما بيها شيء، هي الفيرست اوردر والزيرو اوردر بس مجرد قوانين وتطبق. يعني مره يطلع لك انتي هاف لايف، مره يطلع لك قيمه الكي زين، يعني هي هاي الشغلات اللي وبس مجرد قانون تطبق. دكتور قلت اشتقاقات مطلوبه، يا هي الاشتقاقات القوانين اللي اذا كان بالسكن اوردر والفيرست اوردر قوانين ان شاء الله لك الوقت. يعني الاشتقاق مطلوب انت بالمحاضرات قلت ما مطلوب الاشتقاق، فقط المعادله الرئيسيه تحفظ القانون الرئيسي هسه هذا هنا. ايه يعني حافظين المعادله الرئيسيه هسه مثلا هاي اصلها منين جاي؟ اصلها منين بادي؟ دكتور ما حفظنا اشتقاقات. يا بلا تحفظون، بس احفظ اصل القانون منين جاي؟ منين جاء هذا اصل القانون؟ هذا القانون منين جاي؟ منين بدا؟ زين لا هذا القانون منين جاي؟ منين جاي؟ منين بدا؟ زين هي ترى ماكو خطوه خطوتين، لا تجي على الاشتقاق مالتي بس مجرد خطوتين بس تحفظ اصلا منين جاي، لا اكثر لا اقل. شوف ال 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 الفيرست اوردر هذا قانون طبعا له، وهذا قانون له، هذا لين اما لين او لوج، بس اثنيناتهم اذا تحل بهذا وحذاك يطلع نفس النتيجه. شلون؟ هو نفسه دكتور بس محول نفس الشيء بالضبط. اي فتقدر تحله باللوج وتقدر تحله باللين، خلي لي اياه وما يفرق نفس القانون ماشي؟
زين دكتور، عندنا بالاكتيفيشن انرجي قيمة الار هو منطيها بالسؤال انه قيمة يعني تختلف عن ثابت الغازات اللي هو متعودين عليه 8.314، فانت تنطيني اياه لو احنا نطبق 8.314. اكثر من قيمة، اكثر من قيمة النيتي، فاكيد اذا هذا انطيكم يعني تمام قيمة الار اكثر من قيمة. ماشي، الاكتيفيشن انرجي والهذه مهمة ذني. بعد شكلكم سؤال واستفسار، شكلكم قارين المحاضرة ساعتين، خوش قارينها ما شاء الله عليكم، أشتديكم ويدك دكتور ما شاء الله عليكم زينين. دكتور يعني ها هي يعني بالنسبة لنا هي بس المسألة. والله بالبقية إذا عندهم سؤال أو استفسار. براق دكتور ما نقل مصدر، لا التزموا بالمحاضرات، إذا تريد يعني تتوسع وتشوف أمثلة أكثر نقل المصدر ماكو إشكال. اشتقاقات الداخلية ما أريد تفصيل، بس إنه تعرف منين جاي وشلون طلعت هذه، يعني مو اشتقاق اشتقاق، ما أريد اشتقاق بالضبط، يعني تعرف المعادلة الرئيسية أصلها منين جاية. ماشي بسرعة. زين دكتور الـ effect of the solvent مثلا عندنا قانون، يعني دكتور أنت مثلا تجيب لنا إنه هذا شنو يعني هذا الرمز لو شنو شنو يعني من القانون بس نحفظه. الـ effect of solvent إيه يعني أنت شنو تجيب لنا من القانون يعني بس نحفظه يعني شلون شلون شنو الـ A شنو الـ B شنو يأثرين بي بالمعادلة؟ شيء يأثرين على السولفنت. زين شنو تأثيره بصورة عامة هو السولفنت للريت رياكشن؟ نفس الحالة إذا كان بالآي نفس سترينث، شنو قيمة الزت بي أو قيمة هذا الأيونيك سترينث؟ شلون تأثيرها؟ شلون راح تأثر على قيمة الكي؟ زين زين هذا الرسم لا تجي ترسم فيجر الا الرسم، يعني تاخذ هذا قيمه الاكس وقيمه الواي ونعتبر هذا الانترسبت وهذا السلوب. ما مطالب بي بالطلاب، ما مطالب بي، بس هذا بيرسم هذا تمام دكتور. سولفنت اذا كان ايونيك سترينث. زين فتعرف كل واحد له وشنو تأثيره بالموضوع. دكتور هو احنا بس فهمنا يعني مثلا ايونكس 2 شنو تأثيره عندما يزداد ويقل على مع سرعة التفاعل وهيج، والقانون حفظناه. قانون وتفاصيله. نعم. زين دكتور بالترانزيشن ستيت ثيوري اكو رسم، هو نحفظ هذا الرسم؟ ثيوري ما ترانزيشن ستيت؟ اي. الرسم يا قصدك؟ قبل هالموضوع، اي بعد. اي هذا الرسم. Activation Transition State والهذي لا تفهم أنت شنو اللي صار، بس مجرد رسم توضيحي، مش تحفظ منه هذا ما ينحفظ. هو دكتور هذا الموضوع كله صعب للترانزيشن. Transition اللي هو متداخل مع ال يعني ال air ال theory مال airing والarrhenius theory تقريبا متشابه، بس ال airing theory يشتغل بشغلات تفاصيلية دقيقة اللي تحصل داخل التفاعل. الأرينيوس بصورة عامة يقول إذا صار هذا مع هذا يعطي تفاعل. الليرينج لا يقول لك هذه ترتبط مع هذه الجزئية حتى ذيك الجزئية اللي يسجل الترانزيشن حتى يصير تفاعل. يعني داخل بالتفصيل دقيق بالأرينج ثيوري. ارتباط الجزيئات مع بعضها ويقوون في إنرجي، وهذه الإنرجي ممكن تتحول من متفاعلات إلى أنتواج. الأرينيوس لا يقول بصورة عامة. خلي هذا مع يعني نضيف هذه المادة مع هذه المادة وكمية مع هذا المادة كيف ستفعل موجود الهيت هنا. لا يقول لك لا يعني تتفاعل المادة الأولى مع المادة الثانية. زين يعني هي نفسها أنت نفسها رسمة التوضيح هذه، يعني شلون تتفاعل هذا مع هذا فيسوون كومبلكس، هذا الكومبلكس يكون انستيبل بعدين يريد يفتت ينطينا نواتج، هذا قصد نواتج. هذا كان ايرينج ثيوري.
لازم تعرفون شنو الايرينج ثيوري وشنو الرينج ثيوري، شنو الفرق بيناتهم؟ زين، ودكتور الأسئلة مال ما راح تصير مثل الكورس الأول، يعني أكو سؤال بيشرح والبقية ام سي كيو ترو فالس مو؟ يعني من هيجي وهيجي خلي بالك هذا الشيء، ما راح اوضح على الاسئله هذه، بس انت خلي بالك هذا الشيء. ماشي، بعد عندكم سؤال او استفسار؟ ماده سهله ترى، ما فيها شيء زين، يعني كلها 3 محاضرات انا عندي. توريوس كم محاضره معطيكم؟ 4. 4 دكتور. اي ما ابي شيء، كم وقت ما شاء الله. انتوا قدها ان شاء الله، إن شاء الله دكتور، إن بيضون شاء الله. وجوهنا بالفاينل، الجواب مو زين. إن شاء الله دكتور. ماشي، اذا عندكم سؤال او استفسار يعني غير بلال ومعروف زينب كانت تحكي او غيرها، طلاب البقية ترى هي مو محاضرة، هذا اسمه مجرد شغلات توضيحية للطالب اللي ما فاهمها، مو اني اجي اشرح ولا هذا، لا. الطلاب اللي ما عنده يقدر يحكي، هذا خل يسأل حتى بالشات. عبد الإله، ما حضرت من البداية، شنو هذا 0.1 قيمة تلك؟ ها تمام، حلو، هذا نزلوه عندكم زينب او بلال، قيمة الشيف لا في الفيرست اوردر، احفظوها. نعم دكتور، تمام راح ننزله إن ماشي، ضيفوها للمحاضرة مالكم. انا شاء اتصور الله. يعني للامانة، يعني كل عقل انه معطيكم اياها يعني واصل هذا الشيء، فحتى هي ممكن انت تعرفها من هذا خلال انه الشيف لايف، هي الشيف لايف هي 90% تبقى و10%، فهاي ال 10% 0.1 يعني تقسمها على قيمة الكي، تطلع قيمة الشيف لايف مالتك. السلام عليكم دكتور. هلا عبد الله، هلا عليكم السلام، هلا عيني. العفو دكتور، إذا جانا سؤال شلون نعرف الأوردر مالته؟ انا اقول لك اذا كان هذا فيرست ولا كان زيرو، كذا اقول لك اياه. لا تمثيلي، جانا سؤال بالمد الدروك سوليوشن 100 ملي جرام لكل مل لجريديز تو 90 ملي جرام ان اي واحد هذا دي. ايه هذا هذا سؤال فكري كان، انه ايه هو دكتور شلون هذا؟ تعرف انه اذا كان باع الزيرو اوردر معروف عنه هو ما يعتمد على كونستريشن بير تايم، يعتمد على الوقت. على الوقت، فانت هذا حاكي انه هو قسم لك اياها على الوقت، فانت المفروض تستنتج انه هذا كان زيرو اوردر او عفوا يعني من على الوقت. يذكر انه وقت اي انه هو هذا هو زيرو اوردر. استنتاجي كان، انه شلون دكتور تعرف هذا كان صعب. اي صعب، اي ما تعرف. صعب، انت لازم تستنتجه من خلال فهمك للمحاضره. دكتور احنا فهمت نعرف دكتور، يعني انه هو من بس ذكرت الزيرو انه دايز. يعتمد على الوقت، البقيه تعتمد على التركيز على اي التراكيز. هي لازم بلال جي بي تي اسئله شو اسمه مونيتور بالكم، هنا هم ذاكر يعني بالطريقة بالالكترون التركيز. دكتور. يعني اي ايه الحمد لله. بالريتر، لا غير شيء راح يصير، لا. يعني انت خلاص دكتور استنتاج، ماشي. هذا كلش استنتاج قوي، يعني مو كل واحد انه يعرف هذا الشيء اللي يحصل، يعني هو اللي هي فاهمها هاي من الاستاذ. بالمناسبه طلابته هذا الفيرس اوردر وسكن اوردر راح ان شاء الله الله خلانا طيبين، نلتقي وياكم بالرابعه، راح تاخذونا بالبايو فارماسي، هي هاي شو اسمه، هم تمام ترجع تاخذون تقريبا نفس القوانين المشابهه لها، شغلات اضافيه شويه اكثر، ولا هي نفس الشيء، زين. يصير نعرف عندك بالعكس الدكتور لما تعرف هذا الشيء من الرابع عندك شيء كله سهل. دكتور هذا السؤال اللي جبت لنا اياه بالميد مال ايش الدرج فيه؟ سوليوشن 100 ملي جرام الفيرست اوردر مال ايه الشيلف لايف، ايه اي ذاكر انه 90% اوف انيشال، هذا ما نستخدمه شلون يعني؟ بس نقسم 0.1 نطلع قلت لك قيمة انت الكي من هالهالف طلع لايف. قيمة الكي، بس طلع قيمة الكي انت بعدين تطبق القانون، لا اكثر ولا اقل، نطلع قيمة مو الكي قيمة من الكي الهالف لايف. طيب شلون؟ بالضبط من الهاف لايف طلع.
يعني انا حسبالي معطيكم اياه يعني هو يعني خطوه واحده حلها يعني كلش سهل، فما اعرف انه بعدين انتم هذا الشيء يعني المفروض هم يعني لاقتين هذه الامور. بالضبط على دكتور، العموم يبغى يعني هي ناخذ مو فد شيء نستمر بالمحاضرات. الاسئله ما تلمد ما راح تكون مثل الفاينل يعني هذا بقى الشيء. ماشي تمام. لا عبد الله بقي عندكم سؤال او استفسار؟ إذا ما عندكم شيء يعني اللي يقدر ما عنده شيء ياخذ راحته، يعني هي مو فد شيء، هي مو محاضرة يعني بس مجرد انه شغلات توضيحية اللي انت ما فاهمينها. عقبة التسجيل.